من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب معرفه الامام والرد اليه من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب ما يرويه ذريح المحاربي من ثقات أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الإمام فهنا يسأل من هم الأئمة؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: الأئمة بعد النبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ثم كان الحسن إماما، ثم كان الحسين إماما، ثم كان علي بن الحسين إماما، ثم كان محمد بن علي إماما، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله. الإمام لم يذكر نفسه، ذكر إلى والده الإمام الباقر، فذريح يكمل قال: قلت ثم أنت جعلت فداك، فأعدتها عليه ثلاث مرات، فقال لي إني.. انما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالى في ارضه. يعني لم احدثك بذلك حتى افتخر باني امام. وانما حدثتك بذلك وصدقتك في كلامك باني الامام الصادق باني امام لكي تكون من شهداء الله سبحانه وتعالى في ارضه ذكرنا في الحلقات الماضيه انه بحكم العقل يجب على الانسان ان يعتقد بالله سبحانه وتعالى ويعتقد بان الله سبحانه وتعالى عين انبياء بعثهم وأرسلهم لهداية الناس، ومن بعد الأنبياء الأوصياء، فلا تخلو الأرض من حجة، فلذلك هذه المعرفة معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الأئمة واجبة، وقد ذكرنا تفصيل الدليل العقلي والنقلي وحاصله أن الله سبحانه وتعالى ليس عابثا في خلقه للناس، وإنما الله سبحانه وتعالى أجل من أن يعبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، فخلقها وخلق الناس لغرض، وذلك الغرض بينه في آية أخرى في آيتين أخريين قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم وطريق الرحمة العبادة لكن الناس لا يهتدون إلى كيفية العبادة فالله سبحانه وتعالى يعرفهم بذلك عن طريق حججه، احيانا هؤلاء الحجج رسل، واحيانا اوصياء الرسل، انبياء اوصياء الانبياء، فرسول الله محمد صلى الله عليه واله هو خاتم الانبياء، لا نبي بعده، فلذا بعد الرسول محمد صلى الله عليه واله عين الله ائمه ليكونوا حججه ليكونوا حججه على الارض. وهذه مسألة من مسائل أصول الدين لذلك على الإنسان أن يعتقد بواحد واحد منهم زين الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كان واجب عليهم أن يعتقدوا برسول الله الرسول في مرات متعددة ألمح او صرح بان الخليفه من بعده الامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام من اليوم الاول في الحديث المعروف وانذر عشيرتك الاقربين عندما نزلت هذه الايه دعاهم ودعاهم الى الاسلام وبين لهم ان خليفته علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ومرات كثيره الى يوم الغدير حيث اخذ منهم البيعه على ذلك فوجب عليهم الاعتقاد بامامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب واتباع بعد امير المؤمنين الامام كان قد بين ان الحسن من بعد الامام والامام الحسن عليه الصلاه والسلام بين ان الحسين من بعده هو الامام. وهكذا كل امام سابق بين الامام اللاحق. طبعا رسول الله صلى الله عليه واله ذكر الائمه بشكل اجمالي، الائمه من بعدي اثنا عشر وذكرهم بشكل تفصيلي. لكن ظروف التقيه ولجهات اخرى في كثير من الاحيان كانت تقتضي أن لا يتبين للناس الإمام اللاحق، أنت الآن هذا الإمام اللي موجود في زمانك تعتقد به وتعتقد بالأئمة من قبله تفصيلاً، وتعتقد بالأئمة من بعده إجمالاً، لكن لم يكن مطلوباً منهم المعرفة التفصيلية بالإمام من بعده. إمام زمانك تعرفه، الإمام اللي بعده مو لازم تعرفه. فلذا إذا مات الإنسان في هذه الفترة بدون ما يعرف الإمام اللاحق مو مشكلة، الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانه. لكن الإمام اللي في زمانه والإمام اللي قبله والأئمة اللي قبله لازم يعتقد بهم تفصيلا بأساميهم. لا يكفي المعرفة الإجمالية للأئمة السابقين. وهناك باب سيأتي إن شاء الله تعالى أنه كانوا ناس في زمان الأئمة في بدن بعيدة أو قريبة أو في المدينة المنورة ظروف التقيّة كانت تستدعي أن لا يذكر لهم الإمام اللاحق للخواص كان يذكر ذلك وينص عليه وهناك علائم عامة أيضاً موجودة. لكن التفصيل أن هذا فلان ما كان يبين لهم زين إمام زمانهم مات قتل من هو الإمام اللاحق ذول مثلا في خراسان وبين المدينة وخراسان مسافة هذه الفترة الله سبحانه وتعالى رفع عنهم المعرفة التفصيلية بمقدار ارسال جماعة إلى المدينة المنورة من ثقاتهم جماعة حتى لما يجون ينقلون يكون النقل متواتر هؤلاء يذهبون إلى المدينة ويسألون عن الإمام اللاحق يشوفون العلائم موجودة فيه من النص من الكرامات ثم يرجعوا إلى أهلهم مثلا في خراسان ويخبرونهم بأن الإمام اللاحق فلان زين هاي الفترة من ذهاب هذا الوفد الى رجوعه احيانا قد تطول مثلا سته اشهر، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في هذه الفتره. فاذا واحد مات في هذه الفتره، الله سبحانه وتعالى يقبل ايمانه. لكن بعد ما يرجعون ويبينون ويثبت للناس بالتواتر ان فلان الامام لازم يعرفونه. ويعتقدون به معرفه تفصيليه فلذلك في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام الصادق يذكر الى الامام الباقر وذريح المحاربي وهو من خواص الاصحاب يعلم بان الامام الصادق هو الامام في زمانه لذا قال ثم انت والامام صدقه في ذلك عندنا يعني بحث آخر هذا يذكره في الأصول أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة قولهم حجة فعلهم حجة تقريرهم حجة أيضا قوله حجة يعني يأتي مثلا الرسول على المنبر ويذكر كلاما حكما شرعيا قوله حجة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وفعله حجه يعني اذا رايناه يصلي بكيفيه خاصه هذا حجه لنا ليش لان الرسول اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فالاصل في افعال الرسول والائمه انها حجه على الاخرين يقتدون بهم اي اكو مسائل خواص يعني خواص للرسول صلى الله عليه واله هذه بالدليل الخاص لا يمكننا ان نتبعه في ذلك، ان نتبعه في ذلك، مثلا الرسول صلى الله عليه واله كان يجوز له ان يتزوج باكثر من اربعه جمع تسعه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه واله، او صلاه الليل كانت واجبه على رسول الله صلى الله عليه واله، هذه خاصه به، لكن الاصل انه اسوه نتبعه في كل شيء الا ما استثني، هذا فعله وكذلك تقريره. يعني إذا إنسان يقوم بعمل بمحضر الرسول ونرى الرسول صلى الله عليه واله ساكت، نكتشف عن سكوت الرسول أن هذا العمل جائز. لماذا؟ لأن العمل لو كان حرام، وظيفة الرسول التبليغ. وظيفة الرسول النهي عن المنكر. فإذا هو ما يدري ان هذا العمل حرام الواجب على الرسول ان يبلغه. وإذا هو يدري انه حرام واجب الرسول ان ينهى عن المنكر. فإذا سكت الرسول ولم يقل شيئا نكتشف من سكوت الرسول ان ذلك العمل جائز. او إذا واحد بمحضر الرسول ذكر كلاما والرسول لم يرد ذلك الكلام نكتشف ان ذلك الكلام صحيح. وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام. لانهم عدل القران. معصومون لا يفترقون عن القران، والله سبحانه وتعالى جعلهم حججا له. فاذا قالوا شيئا او فعلوا شيئا او اقروا شيئا فهو حجه لنا. هنا ذريح يذكر الامام الصادق ثلاث مرات، أنت الإمام, انت الامام، انت الامام، انت الامام. زين اذا هو مو امام، لازم ينكر ذلك لكن الامام اقره على ذلك. زين هسه الامام ليش ما ذكر نفسه؟ ذكر الائمه من قبله ولم يذكر نفسه لماذا ذلك؟ الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا ملتزمين بالاداب الاجتماعيه كما هم ائمه في مسائل الدين كذلك ائمه في الاخلاق كجدهم رسول الله صلى الله عليه واله. الايه الشريفه تقول وانك لعلى خلق عظيم، كذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام، كانوا ملتزمين بالاداب الاجتماعيه. زين واحد يجي يقول اني عالم، اني فاضل، اني كذا، اني كذا، اني كذا. احيانا اجتماعيا هذا يحمل على نوع من الفخر السيء. احيانا يُحمل على نوع من التكبر. لذلك قليلا ما كانوا يبينون فضائل انفسهم. تزكية المرء لنفسه قبيحة الا لبيان الحق. يعني رسول الله صلى الله عليه واله عندما يأتي ويقول انا رسول الله. لا يقول هذا الكلام افتخارا للناس، على الناس. أو أن يتطاول عليهم أو أن يتكبر، لا، وإنما يبين ذلك بياناً للحق وهداية للناس. أحياناً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان يبين فضائل نفسه، لا تكبراً أو افتخاراً، لا، وإنما بياناً للحق. فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر الأئمة من قبله، لم يذكر نفسه، ذريح قال أنت الإمام الإمام صدقه في كلامه حتى لا يحمل الآمر على أنه يريد أن يباهي أو أن يفتخر بذلك ولو من حق أن يباهي أو يفتخر لكن إذا كان خلاف الآداب الاجتماعية فما كانوا يفعلون ذلك إلا بيانا للحق بعدين لذلك الإمام الصادق في هذا الكلام يبين له يقول له أني إنما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه يعني هذا الكلام اللي ذكرتك أن آبائي أجدادي هم أئمة وصدقتك في كلامك بأني إمام ليس لجهة غير إلهية وإنما الغرض أن تهتدي فاذا اهتديت تكون شاهدا لله على الناس لان الله سبحانه وتعالى هو العدل هو الحق في يوم القيامه يضع الموازين القسط وكل انسان يحاكم ويحاسب ثم يجازى كان من قدره الله سبحانه وتعالى الا تكون هناك قيامه الانسان ينقل من الدنيا مباشره الى الجنه او الى النار لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يتبين عدله للناس كل الناس في يوم القيامه يعلمون بان الله سبحانه وتعالى عادل اراد ان يتبين فضله على الناس كل الناس في يوم القيامه يعلمون ويتبين لهم ويثبت لهم انه عادل، انه له الفضل على الناس، انه كما ذكرنا فيما مضى لا يدخل احد النار الا عن استحقاق، ويثبت للناس اجمع انه هذا مستحق للنار، ويثبت له بنفسه انه مستحق للنار، ولا يدخل احد الجنه سواء من نبي او وصي او مؤمن الا ويثبت له وللناس اجمع ان دخوله للجنه بفضل من الله سبحانه وتعالى. لانه ماكو احد يطلب من الله شيء. اذا المؤمن يدخل الجنه بفضل من الله. نعم الله وعد بهذا الفضل. ما كان واجب عليه. نعم بعد الوعد الله لا يخلف الميعاد. لكن وعده ايضا فضل. يوم القيامة هذا المؤمن هل يدخل الجنة بصلاته، بصومه، بحجه، بزكاته، بعبادته؟ كلا لا يستحق بعمله الجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وغمره بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكان واجب علي عقلا وفطره ونقلا ان يعبد الله سبحانه وتعالى شكر المنعم واجب عقلا واجب شرعا يعني احنا لو كل حياتنا قضيناها في عباده الله سبحانه وتعالى هذه العباده لا تؤدي حق نعم الله سبحانه وتعالى بعد بهذه العباده لا نطلب من الله شيئا ولا نستحق على الله شيئا لكن الله كما رحم رحمنا فخلقنا كذلك يتفضل علينا على المؤمنين بأن يثيبهم فوعدهم الثواب بفضله شلون يتبين هذا للناس أن هذا المنافق أو الكافر أو العاصي باستحقاق يدخل النار وهذا المؤمن المطيع بفضل من الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة يتبين للناس عن طريق محكمة إلهية في هذه المحكمه الالهيه واحد واحد من الناس يحاكمون يحاسبون هذه محكمه كامله تقدر تدافع عن نفسك حتى الكفار والمنافقين ينكرون ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم يحلفهم زين جابوه الى المحكمه ينكر حتى ينكر شركه، فالله سبحانه وتعالى هنا بعده طرق يثبت للناس ويثبت له انه مجرم، وهو يقر بذلك، اولا يأتون الاشهاد، شهود الرسول صلى الله عليه واله والأئمة في الدرجة الأولى لتكونوا شهداء على الناس الأئمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الأمة الوسط هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام لذا ورد في تفسير هذه الآية الأمة الوسط الأئمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الرسول شهيد على الائمه والائمه شهداء على الناس ثم بعد ذلك المؤمنون ايضا شهداء يعني مؤمن يعيش في زمان وفي مكان يوجد فيه كافر او منافق او عاصي رأى عصيانه رأى قبائح اعماله يوم القيامه يشهد عليه هذه طريقة من الطرق. الرسول والأئمة والمؤمنون يشهدون. طريقة أخرى من الشهادة أعضاء الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. يد الإنسان تتكلم. رجله تشهد عليه. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. وفي آية اخرى شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذه ايضا من موازين القيامة. وهكذا والله سبحانه وتعالى أيضا يشهد. وأيضا تجسم الأعمال موجود، يعني نفس العمل الذي عمله من خير أو شر يتجسم هناك. هسه شلون يتجسم؟ بحث مفصل سيأتي إن شاء الله تعالى. كيف يتبدل العرض إلى جوهر. نفس الصدقة اللي يعطيها للفقير هذه الصدقة تتجسم هسه اما صورة منها كما يقول البعض او لا نفسها نفس هذا العرض يتحول الى جوهر او مثلا اكل مال اليتيم نفس هذا العمل صورة منه او نفس العمل يتجسم في يوم القيامة والصحيح هو تجسم نفس الاعمال ولا اشكال في ذلك كما سياتي ان شاء الله مفصلا فإذا في يوم القيامة كل واحد المؤمن الكافر المنافق المحسن المسيء المطيع العاصي هناك كل الناس يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معهم بعدله وبالنسبة للمؤمنين بفضله فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لأني أبين لك المسألة العقدية التي ترتبط بالامامه وبالائمه عليهم الصلاه والسلام لا اذكرها لك افتخارا بابائي ولو كان من حق الامام ان يفتخر بهم ولا اقول لك لاباهي ولو كان من حقه ذلك وانما اقول لك لكي تهتدي ولكي تحاول هدايه الناس لكي تتحول الى شاهد وهذه منزله كبيره ان الانسان يتحول الى شاهد على الخلق في يوم القيامه طبعا ذكرنا الشهاده درجات اكبر وافضل انواع الشهاده شهاده الرسول صلى الله عليه واله لانه يشهد على الائمه واحدا بعد واحد يعني يشهد ان امير المؤمنين عليه السلام وان الامام الحسن وان الامام الحسين وهكذا الى الامام المهدي قد ادوا ما عليهم من المهمه. هذا الرسول يشهد عليهم. والائمه يشهدون على الامه. يعني امير المؤمنين يشهد على الناس الذين كانوا في زمانه. والإمام الحسن عليه والإمام الحسن يشهد على الناس الذين كانوا في زمانه، وهكذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشهد علينا، طبعاً في أحاديث ترتبط بتفسير هذه الآية الكريمة، وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الأحاديث تدل على أنهم يرون أعمالنا. ليش؟ لانه إذا ما يشوف الأعمال ليس بالضرورة الرؤية البصرية الرؤية بمعنى العلم، يعلمون بأعمالنا سواء برؤية أو بطريق آخر أعلى من الرؤية. يعلمون فيشهدون، إذا ما يعلم شلون يشهد؟ أنت بدون علم تروح إلى محكمة تريد تشهد، هاي تصير شهادة زور. فلذلك الإمام يعلم فيشهد. الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعلم بأعمالنا إما يراها ببصره أو بعلم له إشراف وأعلى من ذلك. واحد كان يستشكل من المخالفين يقول أنتم الشيعة تقولون بأن الإمام يعلم بأعمالنا. نقول نعم. تقولون ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يرى اعمال الصحابه نعم زين اكو امور خاصه امور بين الزوجين مثلا هم يراها الجواب على ذلك ليس بالضروره ان يراها لا يعلم بها كما ان الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه الله سبحانه وتعالى يعلم باعمالنا لا بمعنى الرؤيه البصريه لا علمه اعلى درجة من هذه الرؤية البصرية وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب التوحيد الرسول والأئمة يعلمون بأعمال هذه الأمة إما عن طريق الرؤية إما عن طريق العلم بطريقة أخرى أعلى من الرؤية لا تكون رؤية بالعين وإنما رؤية بالقلب بطريقة أشرف وأعلى من هذه الرؤية البصرية. "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا". أو في آية أخرى "ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين". يعني هناك شاهدون يشهدون اللي هم الانبياء والائمه في الدرجه الاولى ثم بعد ذلك الحواريون المخلصون من الاصحاب المؤمنون كاملي الايمان في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لكلمه الشهيد وجمعها الشهداء في الاصطلاح القرآني تستعمل بنفس المعنى اللغوي. نعم حقيقه متشرعيه صارت من بعد الرسول صلى الله عليه واله في القتيل في سبيل الله. ولذلك الروايات اذا ذكر فيها كلمه الشهيد يراد بها عاده القتيل في سبيل الله، اما في القرآن اذا ذكر شهيد فيراد به المعنى اللغوي الذي هو الشاهد. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا الإمام بين له حتى يكون مبلغا، حتى يكون مؤمنا بإيمان كامل ليرتقي الى درجه الشهاده. بان يشهد على الناس الذين هم في محضره. وبذلك بهذه الشهاده والشهادات اللي اعلى منها في يوم القيامه يتبين عدل الله سبحانه وتعالى في كل شيء. الان احنا اعمالنا كلها يعلم بها الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكو أحاديث ستأتي إن شاء الله كيف الإمام يعلم بأعمالنا بتعليم من الله طبعا الله هو الذي يعلمه هسه كيفية هذا هذا التعليم بإلهام هذه طريقة عن طريق الملك طريقة طريقة ثالثة من كل مدينة الله سبحانه وتعالى يخرج عمود نور هسه شنو هذا العمود النور النوري العمود من النور شنو هو؟ هل هو ملك او شيء اخر؟ ذاك بحث اخر. فالامام عليه الصلاه والسلام ينظر الى هذا العمود فيعلم باعمال الناس، كل الاعمال يعلم بها ليشهد بها يوم القيامه، حتى لا تكون شهاده زور. فانت الان مثل ما الله سبحانه وتعالى يرى اعمالك ويرى اعمالنا جميعا. ألم يعلم بأن الله يرى. كما أن الله هو يرى ويعلم كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم وليه ويخبره بالطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى. يعني بإذن الله الإمام يعلم بإذن الله. لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لكن الله سبحانه وتعالى اذا شاء ان يخبر شيئا من الغيب الى اوليائه فليس بعاجز. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ورسول الله صلى الله عليه واله أعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى يلهمهم الطريقة التي هو يريدها سبحانه وتعالى بحكمته فيعلم بأعمالنا الرب سبحانه وتعالى ويعلم أولياءه بأعمالنا ويوم القيامة يجون يشهدون وشهادة عن علم أو عن رؤية لا شهادة زور لذا علينا أن ندير بالنا بالنسبة إلى أعمالنا الله يرى الملائكة يرون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هاي السين للتأكيد يعني الآن يراها يعني يعلم بها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المقصود بالمؤمنين الأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء يرون الرسول والأئمة ويوم القيامة يشهدون نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين